مشاهدينا برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقة جديدة من برنامج الحدث اليوم الأحد 21 نيسان 2024. بستنى أن أرحب بضيفي باستوديو مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله السيد نواف الموسوي. صباح الخير سيد. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يعني بعد سنوات من الغياب أهلا وسهلا فيك باستوديوهات الجديد يلي كانت تستمتع في السابق باستضافتك. يمكن آخر حلقة عاملينا من 8 سنوات، يعني أكثر من 7 سنين أكيد حكما، ولكن معروف أنه دائما في الأوقات المفصلية حضرتك موجود وجاهز، لأنه المواجهة ليست فقط سلاح ودبلوماسية، هي أيضا كلمة، هي تحليل، هي يعني كلمة فرض صوتية، خلينا نسميها من هيدي الحلقة. رح جرب قد ما فيه وعقد ما يتاح لي الوقت وعقد ما حضرتك بتساعدني سيد. طبعا بدنا نجرب نحيط بأطراف المواضيع لأنها كثيرة، من إيران وإسرائيل، الردود إلى التسويات الكبرى في المنطقة، إلى المفاوضات المتعثرة، إلى الميدان من فلسطين والأراضي المحتلة وصولا إلى الجبهة الجنوبية في لبنان، والضغوط بشأن تنفيذ 1701 يلي كان البند الأساس على طاولة الإليزي مع قائد الجيش ورئيس الحكومة بالأمس. طبعا ما فيك تكون موجود معنا وما نفتح ملف البترول على أنواعه، وخصوصا بعد أن أعاد إحياء الموضوع يلي انطفى مع غزة بآخر خطاب له سماحة السيد، وقال لا ما بيقدروا يضلوا عم يسحبوا من كريش ونحن هيدي معادلة بدأ إعادة النظر فيها. وطبعا الشأن السياسي الداخلي، خماسية ورئاسي وحوار والعلاقات مع الأطراف عقد ما بيسمح الوقت. دعني أبدأ معك سيد من الرد الإيراني والرد على الرد الإسرائيلي، كيف تصنفهما؟ هلأ بالتأكيد عنا رد إيراني والأدلة عليه يعني أكثر من أن تعد، والرد كان في مواجهة، يعني من واجه الرد الإيراني هو الناتو بأسره. يعني الحكي عن أنه قدرات دفاعية إسرائيلية غير صحيح، لأن قدرات الدفاعية الإسرائيلية لا تستطيع احتواء الضربة التي كانت ضربة قال عنها مسؤولون أنها لم تستخدم حتى من جانب روسيا في الحرب في أوكرانيا. يعني كانت ضخمة جدا، الكثافة، يعني الكثافة، الدقة، الإصابة. هلا اخر تصريح طلع عند الاسرائيليين انه لا، في 82% من الصواريخ 82 يعني فعاليه احتواء الصواريخ لم تتجاوز 82%، يعني اذا في عندنا 100 صاروخ في 18 وصل. هلا اكيد المعطيات اكيد انه القواعد التي شاركت بقصف مقر القنصلية قد جرى إصابتها بقوة. الحمد لله كان رد مفصلي وبعتقد كتب تاريخا جديدا للمنطقة. نيفتين بالصحراء وفي الانذار المبكر بالجولان. 35 F-35 طلعوا من هونيك، تبعية الجولان كمان ضربت. هلأ الأهمية مش بس بالشيء العسكري، الأهمية حصول الرد الإيراني بحد نفسه، فتح صفحة جديدة. ولذلك أنا قلت، لأنه الإسرائيليين بيحبوا يستخدموا عبارات، أنه إسرائيل الكبرى، نحن في زمن إسرائيل الصغرى. يعني اليوم هذه الدولة التي كانت يعني أداة أو هراوي بإيد السياسات الغربية لم تعد قادرة على الدفاع عن نفسها إلا بقوات الناتو جميعا وعلى جميع الصعد. فلذلك ما حصل ليس سهلا الإطلاق، وكشف مرة جديدة لآلو سماحة الأمين العام بال2000 إنها أوهن من بيت العنكبوت. يعني بكلمة واحدة، زيحي ناتو على جنب، ما بتصمد، ما كانت قدرت، ما بتصمد، ما بتصمد. طيب خليني انتقل معك. أما بالنسبة لرد الإسرائيلي، لأنه أنت سألت يعني عنه، بن جافير وصفه بمصر، قصدي وين هو؟ لا أنا رح أقلك أنه عال خبرونا وين هو. هذا رد الإيراني طلع من الضار وعبر كل الأجواء، وبالأردن طلعوا الفرنسيين سقطوا المسيرات وبعض الصواريخ، بيّن يا خيي بإيران خبرونا شو صار. لأنه لحديت بس اليوم في تقارير غربية عم تحكي عن منظومة الأس 300 وعن كل هذا. قصدي هاي أنتوا شو بعدتوا؟
مثلا مسيرات، طيب هاي المسيرات منين طلعت؟ في بعض المسيرات مدى 15 كيلومتر، طبعا يعني طلعت. ممكن طلع من الحدود او من قلب الاراضي الايرانيه، ممكن على طبعا لانه في مافيا بايران تتعاون مع الموساد، تتعاون مع الامريكان، بتبيع خدمات لكل العالم. فنحن اذا بدك لم نرى ردا اسرائيليا. اذا بدنا نحكي للحق، شفنا رد ايراني معتبر وكامل وجدي، بس رد الاسرائيلي، وانا بقول لك لو كنت واحد بالكيان الصهيوني كنت اقول نتنياهو انه كان من الافضل ان لا تقولوا رددنا على مثل هذا الرد الهزيل، لانه هذا الرد اذا وجد، برجع بقول لانه طبيعته مش معروفه، اكد ضعف هذا الكيان في المعادله الراهنه. نحن اذا كان 7 أكتوبر كشف لنا هزال الاستخباراتي والتحصيني عند الكيان الصهيوني، بعتقد 13 نيسان كشف أن هذا الكيان يعني مثل ما بيقول إيلان بابي أنه خلص انتهى المشروع الصهيوني وانتهى الكيان الصهيوني، هلا بس عم بيأدي وظيفة الغربيين بدهم إياها، ولذلك قتالنا مع الغربيين هلا مع الغربيين رح تحكي عن هذا الموضوع. فكرة أصلا ما حدا قدر هضم فكرة أنه أنت لما بدك ترد أو بدك تعمل رد ومعتبر مثل ما حضرتك تفضلت فيه، ضليت تطبل وتزمر فيه قبل 72 ساعة إذا مش أكتر كمان الطرفين، قبل من 10 أيام، يعني إيه أنه الطرفين عم يحكوا إنه أعلن سماحة القائد قبل تقريبا ب10 أيام رجالنا، يعني إن رجالنا يعني بأيدينا مش عبر حلفائنا سيردون. كان واضح أنه في رد بهالعشر أيام. ما تتخيل قديش في وسطات، وهناك من أراد توصيل سماحة الأمين العام لدى إيران يعني قبل حصول مين الضرب. يعني هناك من أراد هلأ ما بدي فوت بالتفاصيل، يعني خليني أقول لك أنه هناك من جهات عليا في أوروبا طلبوا توسط الأمين العام. السيد شرح أنه يعني التمادي الصهيوني في تعرض للجمهورية جعل كل ما يمكن أن يطرح على جنب، ولذلك كان لابد للرد أن يحصل وقد حصل. نعم، طيب هذا الرد المدروس بهذه الطريقة بشكل أن لا يفتح حرب كبرى هربوا منا منذ 7 أكتوبر. هلا خلينا نقول شو قصة الحرب. يلا. شو قصة الحرب هلا؟ طيب كان عم ينقال عم يضربوكم ليش ما بتردوا؟ فكان ينقال ما هن خايفين من الحرب. طب ما هيهم ردوا، ما هيهم ردوا، اللي خايفان من الحرب ومذعور وملجوم، ومثل ما كان واحد يقول ابدا انا براهن انه الايرانيين ما بيردوا. طب ما ردوا. إذا الحكي عن أنه هناك من لا يريد الحرب الإقليمية ما تنحط عن الطرف، لأنه بالحرب الإقليمية وتحديدا ما في حرب إقليمية، يعني أنت حط الأمريكان على جنب، الإسرائيلي ما بيكلف شيء بالحرب، ما بيكلف شيء. كيف يعني ما بيكلف شيء؟ يعني ما فيك تحط الأمريكان على جنب، على ما فيك تحط العالم كله على جنب. لا، قادرون على هزيمته يعني إذا لحال. أي لحال قادرون على هزيمته، ولن يكون لحال. صح، ولذلك من يخشى الحرب الإقليمية مش جانب واحد، يعني بنقال دائما الإيراني ومحور، لا، من خلال القصف اللي صار، من خلال الأنشطة اللي عم بتصير أظهرنا بلبنان، فتحنا هذه الجبهة وما كنا خائفين، لأنه كان ممكن يقول ما الإسرائيلية رح يعملوا فيكم ويسووا، نقلنا كثير هذا الحكي، لكن ما خفنا وكملنا. الإيرانيين بنقال لهم أنتوا إذا فتوا رح تنضربوا، فاتوا الإيرانيين وقصفوا وكل شيء. الخوف اللي عم بيحكي عن تخويفنا أو وضع حدود، خلي يبين لنا وين الحد اللي وضع لنا إياه ونحن التزمنا فيه. نحن أبدا، نحن من اللحظة الأولى قلنا أن ما نحن بصدده هو مؤازرة الشعب الفلسطيني في غزة. هذا بدي أحكي فيه على جانب، خليني أكفي بالموضوع الأوسع. كل شغلنا ما له علاقة لا بمصالحنا ولا بأي شيء، يعني بقصد مصالحنا الضيقة ولا بذواتنا ولا هو فقط نصرة لأهل غزة. بعدين رح شوف شو عملنا نصرة لأهل غزة، ولكن خليني أكفي بالموضوع الإيراني الإسرائيلي. اليوم
المحللين الغربيين واللي تابعوا هذه هذا الموضوع قال انه اكبر خدمه عملتها ايران لاسرائيل هي في هذا الرد. ليش قدر نتنياهو يرجع يشتت وضعه الداخلي واستغل انه انتم بتقولوا لي خسرت معركتي مع حماس، حماس تفصيل صغير، انا اقاتل معركتي مع الامه الايرانيه. شوفي ستنا، انا يعني مسائب لما بحكي او بطل مسائب اني جايه وشايف كل التحليلات كل يعني مثلا وما تفتكري في وجهة واحدة بالتحليل. صحيح. يعني إذا عم تقرأ الصحافة العبرية ونحن نقراها بيطلع واحد بيقول إنه نتنياهو أنقذ وبيطلع واحد بيقول لا نتنياهو أحرج وبدأ هلأ في حكي اليوم بدأ بيقول نتنياهو تبين أن لا استراتيجية له تجاه غزة ولا استراتيجية له تجاه إيران. على الصعيد الدولي بتلاقي مين بيطلع بيحكي هيك ومين بيطلع بيحكي هيك. أنا هاو بحطهم على جنب. نحن إن أدواتنا اللي منقرأ فيها الواقع. نحن أظهرنا خلال الأشهر التي مضت أن غزة ليست وحدة. الله يعافيهم الإخوان أنصار الله باليمن ماسكين البحر الأحمر وخانقين موضوع التجارة البحرية الكيان الصهيوني مش الاتجاه الكيان الصهيوني مؤثر والكيان الصهيوني مثلا عانى من أزمة قدرات نحن فاقمنا منها من خلال تعطيل العمل في شمال الكيان الصهيوني الذي يمد الكيان الصهيوني بموارده الزراعية بنسبة عالية. طيب نحن مشغلين والإخوان بالعراق مشغلين، الإخوان باليمن مشغلين، الإخوة الإيرانية حاضرين. لا، أنا بعتقد اليوم الذي برجع كررها الذي يجب أن يخجل، الذي يجب أن يخجل هو الصامت عن نصرة الشعب الفلسطيني. فكيف بالمتواطئ على الشعب الفلسطيني، فكيف بالذي يتصرف كحامٍ لإسرائيل في مواجهة من يواجه الكيان الصهيوني وامتدادات. هو اللي لازم يخجله. نحن اللي عم نعمله مع كتير أحرار من العالم. لكن والله إذا هلأ بتشوفي أنت يا عمي بالجامع بالكونغرس عم بيجيبوا رؤساء الجامعات بيقولوا لهم ليش الجامعات مناصرة لفلسطين. في واحد يعني بينقال عنا جاسوسة اسمها نعمة شفيق مسمي حالة مينوش شفيق بجامعة كولومبيا لك عملت تقرير ضد المناضل المفكر الكبير جوزيف مسعد اللي هلأ مثلا ما انه ليش اعلامنا ما بيهتم فيه انه طلعوا سلطوا الضوء على جوزيف مسعد بالكونغرس عملت لحتى تهجم عليه والزلمة عم بيواجه من داخل الولايات المتحدة الامريكية. في ابطال بكذا مطرح واقفين وبيقولوا نحن مع فلسطين. الحمد لله لنا الشرف أننا ننتمي إلى هذا الخط العريض. يمكن نحن منزيد على غيرنا أنه نحن صرنا مقدمين عدد من الشهداء لا يستهان به. نعم. أصلا كل شهيد لا يستهان به حتى ما تكون هاي عبارة تستخدم هيك. قدمنا عدد من الشهداء ومنسجمين مع أنفسنا وراضين، وإذا اقتضى أمر نصرة غزة أكثر من ذلك فنحن حاضرون. جاي على هذا الموضوع الهدايا التي حصل عليها نتنياهو كمان بحسب المحللين أنت بتابع جانب من المحللين عقوبات عن مجنب على إيران، ضوء أخضر فوت عمول بدك إياه برفح، امبارح إقرار مساعدات بقيمة 26 مليون دولار ل هو مش هون، مع إنه هو أنت مشان وقتك، مع إنه هو بقدر فصل كل وحدة منهم، يعني مثلا هذا الذي أقر في حزمة مساعدات الأساس هو فيها أوكرانيا. صحيح. صحيح. كان معطلين الجمهوريين فقام الرئيس الجمهوري تبع الكتلة الجمهورية داخل الكونغرس ترجعهم للديمقراطيين أنا خيي هول معطلين اليوم. قاموا الديمقراطيين عملوا خدمة مع رئيس الجمهوري رئيس الكتلة الجمهورية بالكونغرس وفتحوا يمكن شي 143 مليار منها لتايوان ومنها لإكرانيا ومنها للعدو الصهيوني. فهيدي ماشي ماشي بكل الأحوال. ولغزة. أما موضوع أقول الكيان الصهيوني. لا مساعدات. هلا هيدي القشة أو الأحرى ورقة التوت التي لا تخفي. لأنه يجب أن يكون واضحا أنه لولا الولايات المتحدة إسرائيل ليست قادرة على قصف غزة بس يعني البعض كان يجينا نحن وسطاء يقولوا ما الأمريكان هن مهدين الضربة عندكم.
هو حاج تمزحوا الإسرائيليين فيش بترسانات صواريخ كافية لقصف غزة إذا الأمريكي ما بيعطيهم. لذلك ولا بمرة عم يضرب الأمريكي الإسرائيلي بمطرح إلا القرار قرار أمريكي، القرار بتصفية حماس هو قرار أمريكي. واللي طار عقلهم بس ليش بايدن بالتحديد وهي الإدارة طار عقلها من هذا الموضوع؟ لأنه هي اعتبرت أنه قد أنجزت تصفية القضية الفلسطينية، صاروا جاهزين لإعلان التطبيع، مش تطبيع الذي سيتحول إلى حلف أمني عسكري سياسي يضم هاي الدول المعتدلة عربيا مع الكيان الصهيوني، وبينشأ محور بيريحوا راسهم الأمريكان وبيتفضوا للشغل بأوكرانيا وبأوروبا. اللي عملوه الشعب الفلسطيني من خلال حركة الرائدة حماس أطاح بكل هذا المخطط، رجع كل الموضوع إلى المربع الأول اللي هو مربع القضية الفلسطينية وعاد إحيائها. ولذلك بتشوف اليوم الشعب الفلسطيني رغم تعدد انتماءات من فيه بصوت واحد، لأنه يدرك أنه الخطة كانت هي شطب القضية الفلسطينية. خليني أنطلق من فكرة أنه رجع انفتح باب القضية الفلسطينية على مصراعيه ونحط على الطاولة. طبعا هناك دائما هذا الحرص الأمريكي بتوفير ظروف أفضل لإنتاج هو بيعتبرها من أجل فتح حوار نهائي وحقيقي للوصول إلى حل. دائما منذ اليوم الأول لسبعة أكتوبر كان السؤال السائد ماذا اليوم الطول واليوم اليوم التالي. لوين رايحين نحن في ظل كل هذا الشيء اللي عم نشهده إقليميا وفي ظل تعثر المفاوضات وتحميل المجتمع الدولي كله حماس عملية التعثر. هلأ أما فيما يتعلق بأنه الأمريكيين كانوا يريدون حلا القضية الفلسطينية، لا أظهرت اتفاقات إبراهام اللي بلشت مع ترامب واللي كملها بايدن أنه هم يفكرون أن القضية الفلسطينية أصبحت قضية حقوق عيش لا قضية سياسية وطنية، وبالتالي تجاوزوها. ما فعله الشعب الفلسطيني من خلال عملية حماس في 7 أكتوبر أنه رجع القضية الفلسطينية لرأس جدول الأعمال. صحيح. الكلفة كانت باهظة بسبب الجرائم الأمريكية الصهيونية. يعني اليوم ما ننسى دايما لما بينحكى أنه والله في 40,000 شهيد، بعتقد أكثر من 40,000 شهيد، ما بدنا ننسى مين اللي قتلهم، لأنه في لعبة إعلامية رح تقدم لك أنه حماس قتلتهم. لك يا خي أما حماس قتل، أو إذا ما قدمتهم ما قدمتها أنه حماس قتلتهم أنه راحوا مقابل لا شيء. أما أنه مقابل لا شيء بعد بكير على هذا الموضوع، لأنه أنت ما تفضلت أنه هيدا له علاقة باليوم التالي. صحيح. اليوم التالي شو اليوم التالي؟ هون التباين بين حكومة يمينية متطرفة موجودة بالكيان الصهيوني، هلا بحكي عن شو حكومة يمينية، وبين رؤية الأمريكية. رؤية الأمريكية انه يا خي تاخذوا دولتين، امشوا بحل الدولتين. وانا اعرف ان هناك اجماع فلسطيني على القبول بإقامة دولة فلسطينية. هلا حماس بتقول انا بدي دولة فلسطينية بس مش معنية بحل الدولتين، فتح والجو اللي معه بيقول نحن إلى آخر. لكن من الذي يعطل اليوم التسوية التي يمكن التوصل إليها نظريا؟ هو يمينية الحكومة. هل هي يمينية الحكومة فقط؟ أسارع إلى القول لا. لا مين لك؟ لقد تغير المجتمع الإسرائيلي. يعني في هيك أخ له، يعني هو صديق من عدة سنوات، إذا صار شي يوم استقبلته أليستر كروك، هذا كان مستشاره لرئيس الاتحاد الأوروبي بوقت من الأوقات، كان مستشار أمني له. هذا كفيت على غزة وراحت على الضفة، وكان من جملة اللي ضاقوا وعرف الفلسطينيين وقعد مع حماس، ولو تعرفت عليه أنا بعدين من خلال الصديق أسامة حمدان. أليستر بيقول يا عمي ما بقى تقوله، كتب مقال وراح يعملها المحاضرة بموسكو، ما بقى تقوله نتنياهو اليوم اللي مش منتبهن له انه المزراحي، يعني اليهود الشرقيين هم الذين امسكوا، كان الاشكناز ماسك لفترة طويلة، اليوم المزراحي المشارقة اليهود المشارقة هم من امسكوا بالقرار. هولي شو بدهم؟ لك هو مش بدهم الضفة بس، يريدون العودة إلى الاستيطان في غزة. ما يعطل اليوم التالي من وجهة النظر أمريكية، من وجهة نظر أمريكية، هو يمينية
المجتمع الإسرائيلي اللي ما في حل معه. نعم. وبالتالي شو بده يتغير؟ شو ناطرين؟ هل نبقى تحت النيران لحد ما يغير رأيه؟ هلا مش نبقى نحن ما آخر الشيء ما نحن لو بعده الشعب الفلسطيني قاعد ساكت كان بيقولوا الواحد ما أنتوا سكتوا هاي قضيتكم راحت. راح الشعب الفلسطيني عمل انتفاضة بسبعة أكتوبر قالوا له بدنا نعمل فيك مجزرة. لك يا أخي طيب فهمنا قد ايه بتقولوا قتل؟ قتل 1300 مش هيك؟ طيب قتلته؟ قلت له 1300 لك 10,000 40,000 وبعد القتل اليوم بتشوفي مجزرة مجزرة مجزرة. صحيح. نحن وهذا روعة هون وين؟ انه نحن كنا نقعد اوقات لما كنا بمجلس النيابة يجينا وفود عرفتي من جماعة حقوق الإنسان يقعد يحضر لنا بالقيم عرفتي أنه والله حقوق إنسان على حدود غزة سقطت تماما اليوم كل هذا النفاق الغربي سقط المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس كله سقط 100% اليوم كله يعني الغرب الذي قدم لنا نفسه أنه قد غادر الكولونيالية اللي اكتكبت مجازر بالسكان الأصليين بأمريكا أو العبودية بأفريقيا أو العبودية والمجازر بالهند إلى غيره من المناطق عاد الغرب مش عادة يعني رجع الغرب هيني بعدني محل يعني كولونيالي وعنصري ومجرم يعني مثلا إذا قتل واحد بمستوطنة هذا حدث بس 10,000 ما هذا مش من شو الحل سيد المرحلة المقبلة شو الحل نحن نقاتل ما هذا هو الشعب الفلسطيني اليوم والذي لا أستطيع ولا أنا ولا غيري ولا أي منصف إلا أن يقف في حضرته خاشعا صحيح. خاشعا صحيح. وأنه اليوم أنا بالزمانات كنت بسوق إجا أحد الإخوان يمكن أسامة المصري هيك احتضنته كان جاي من غزة لأنه هو قليل لنشوفهم قلت له تعال أنتوا هلأ أنتوا مجرد أنكم قاعدين بغزة أنتوا أهل جهاد ورباط الشعب الفلسطيني اليوم يظهر أنه أقوى الشعوب في العالم مقاومة الشعب الفلسطيني كل اللي عم بيقوله بدي حقوقه بديش استسلم شو بنقول له أقبل بأي حل طيب أوكي أعطيني حل هيدا اللي عم أقوله ما بدنا نقبل بأي حل بس كمان ما فينا هالقد نلعب بالوقت ما في ولا حل ما هذا اللي نلعبه أنه ما في ولا حل مش عم بيقولوا الأمريكان بوقت الأوقات أنه الحل هو دولة فلسطينية مستقلة إجا الشعب الفلسطيني بيجي من قطاعات وبما فيهم حماس وافقوا برجع بقول على دولة مستقلة على حل الدولتين شيء آخر عم بقول هذه الدولة المستقلة اللي قبلت فيها كل الفصائل الفلسطينية مش ماشية لأنه الإسرائيلي ما بده إياه والأمريكي ماشي معه وبالتالي هذا الشعب قدره إما أن يستسلم ومش حاضر ليستسلم وإما أن يبقى مقاوم فإذا كل شيء الآن هو مفرمل المفاوضات مفرملة وإذا تفرملت المفاوضات وبقي الوضع كما هو عليه بغزة معنا يعني إذا بقي هيك الوضع بغزة مكملين معنا يا بدنا نضل قاعدين عم نفاوض 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 وما حدا بينزل سقوف يا مكملين ورايحين إلى مزيد من القتل مزيد من الحروب وربما تتوسع أكثر لأنه كمان إذا ما خلصت بغزة هل بتركب وتستوي التسوية لا. الكبرى؟ لا وأكثر من هيك عبالك مش حتى في لبنان يعني نحن في لبنان قايلين لكل العالم ما بدي أخلص من هاي الجواب تفوت تشوف نحن مكملين معهم قدر الشعب الفلسطيني عندما يخير بين الذلة والسلة بيقول هيهات من الذلة يعني عندما يخير بين الاستسلام ولاحظي مرات انت عفوا من الكلمة واحد بيستسلم بس بحافظ على وجوده ولو بشكل ذليل الإسرائيلي اليميني بوضعه الراهن لا يرى الفلسطيني إلا ميتا أو مغادرا كل ما يسمى أرض إسرائيل وبالمناسبة طلع ذكرنا واحد من الحاخامات أنه أرض إسرائيل تعني لبنان أيضا هي من الفرات إلى النيل لا قال هذا لبنان اللي معهم هيدا لقلنا أنا يا ريت بعض المغفلين هون عنا بلبنان بيفهموا مخاطر الطموح الصهيوني مرة عم بحكي أنا وأحدهم يعني أوروبي قال لي ما هيدك يعني هول اليمينيين قلت له بيك شيء أنت
ولكن اللي حاكم هلا بالكيان الصهيوني هن هؤلاء اللي عم تعتبرون أقلية. الأقلية اليوم في الكيان الصهيوني هم العلمانيون اليوم اللي مسك القرار بإسرائيل على جميع الصعب هن اليمين الديني شو باسمه العبارة الهلخة يعني أكثر نسخة متشددة من الدين هؤلاء اللي مسكين القرار فلذلك نحن بلبنان تمام أكثر من. نحن في لبنان في ظل هذا الوضع القائم في الكيان الصهيوني لبنان مهدد بضمه ليكون جزءا من أراضي إسرائيل. طبعا فشر برقبتهم احنا موجودين بس عم بقول بعض المغفلين في لبنان بس كمان هون سيد لو أريد أن تعطى أو تحظى إسرائيل بأن تحقق أحلامها كنا صرنا هلأ بحرب عالمية ثالثة وكانت انفتحت الجبهات كلها وكنا فتنا بالحرب يلي من أول دقيقة أعطيت إسرائيل ما تريد ما حدا بده إياها لا أعطيت إسرائيل ما تريد ولذلك سمح لها بأن تذبح الشعب الفلسطيني لا عم أقول إنها تروح أوسع من أما إنه تعمل أما حلم إنه ما هي عم أقول لك يعني أنت لو إذا بديش تعمل عملية قضم تماما مثلا نحن بالسنة 82 كنا بعدنا هيك أول طلعتنا لما كنا نقعد على أضاك مش قبل ما نبلش الغزو نحن أولا أنا مواكب هيديك الحياة الحياة السياسية بهيديك ستنا بكانون الثاني 1982 كل لبنان معه خبر في اجتياح كل لبنان أحد الصحفيين كتب مقال إنه جاي الاجتياح كلنا كنا بنعرف كنا نفكر إنه إذا سمح لهذا العدو إنه يبقى وما يواجه مقاومة سيبدأ الاستيطان والاستفادة من المياه لذلك قتالنا بدأ إذا بدك من اللحظة اللي وضع فيها قدمه الإسرائيلي واجهناه بأكثر مطرح بس أنا ذاك كان ما في عنواننا كان واضح وكان الفلسطيني موجود ما كان عنواننا واضح وإلا نحن بكتير مرات يعني يمكن أكثر شيء بيّن هي عملية 11-11-82 واللي بالمناسبة لم يعني الله يرحمك يا حج عماد هو اللي فخ لما لا متفجراتها إذا بدك مما كانت تبقى من الترسانة الفلسطينية التي تركت في لبنان أنا ليش عم بقولك عم قوله انتبهوا أنه لا ما هون ما بيجوا لإلنا ما بيجوا لإلنا لأنه نحن موجودين لأنه نحن موجودين شو يعني نحن موجودين نحن الشعب بهذه الرؤية الجيش الوطني اللي معتبر بعقيدته القتالية انه العدو هو العدو الصهيوني ثلاثة المقاومة شكرا إيه؟ شكرا لانك فوتني بالتمام لانه جاي لقلك يوم قاعدة لبنان الذهبية هي الجيش والشعب والمقاومة نعم. عندما فتحت جبهة الجنوب او فتح حزب الله قاومة فتحت جبهة الجنوب صح. شو كان المأخذ عليها ضليتوا تنادوا بالجيش والشعب والمقاومة وقت كان في لزوم أن تظهر هذه الثلاثية تخطيتوها لا أخذتوا رأي الشعب ولا أخذتوا رأي الجيش ورحتوا عملتوا اللي بدكن يا فتحتوا هالجبهة يلي في انقسام بالداخل ناس ما بدهن ياها بالكامل ناس منن ضدها والإسرائيل عدو بس بتشوف إنه لا تجدي نفعا ولم تجدي نفعا في غزة يعني ما بقي إلا أنتوا بس أهل المقاومة المقتنعين إنه عملتوا شيء لغزة بهالموضوع جيد أول شيء فيما يتعلق بهذه العناصر الثلاثة ما بتعني أنه لازم تقعد المقاومة تعمل استفتاء وتوقع يعني تجعل إيقاع حركتها وفقها نكون ما عملنا شيء لأنه ساعتها بنكون عم نشتغل شو المقصود؟ المقصود أنه يكون في هامش من الحرية لحركة المقاومة لا تتحمل الدولة عنه مسؤولية بتقول أنا ما خصني وحكوا معهم هاي مين بيعطيه هذا الهامش؟ هي المقاومة بتاخده أوكي. هيك بتصير كيف بيصير انه اليوم في محل عم بيتصرف بحرية ما عم ينطق قرار وإلا ساعتها كلياتنا نتكبل هلأ شو ليش مكبل هلأ الأنظمة هلأ بشرفك وكل واحد عم بيسمعني هلأ الدول المجاورة لغزة ولفلسطين ألا يتمنى أهلها لو أن بإمكانهم أن يمدوا يدهم إلى هؤلاء الجامعين شوف الشعب المصري والأردني مش هيك طبعا طيب وشو اللي بيمنعهم
عندما خنقت فعاليات الوطن في النظام الرسمي المقيد بعلاقات دولية انشلت القدرة الشعبية عن القيام بعمل ما لنصرة الشعب الفلسطيني. نحن بلبنان من خلال نموذج المقاومة اللي بدأ من عام 1982 بينا هذا النموذج المختلف. فإذا لازم تبقى للمقاومة، هذا وجهة نظرنا. هلأ نحن رحنا مشينا بهذا الموضوع من دون الجيش، لازم نمشي فيه من دون الجيش، ومش لازم نرجع ناخذ يجتمع مجلس الوزراء ويقرر هذا الموضوع. هذا خلاف نظريتنا المتعلقة بكيفية الشغل. لازم يكون النظام بعلاقاته الدولية له مساحة يتحقق فيها، ولازم المقاومة. هلأ شو اللي عم بيصير؟ هلأ بس لما عم بيجوا لكي لا تأخذ عليك إنه لازم نمشي بلا الجيش، هرجع وضح إياها. ما أحدا قال لازم أنا عم بقول مش مطلوب اليوم مجلس الوزراء يجتمع ويأخذ قرار بأنه نفتح جبهة الجنوب. عملنا نحن هذا الموضوع. بعدين لما نحكي عن الجيش يا ستنا، دائما الجيش يتصرف بأمور السلطة السياسية، هذا معروف نص عليه اتفاق الطائف. فلما نحكي عن الجيش عم نحكي عن السلطة السياسية حتى نكون واضح، مش عم نحكي عن الجيش بمؤسسة قائمة بذاتها غير متصلة بأحد، لا عم نحكي عن السلطة السياسية. طب هلأ شو عم بيصير اليوم؟ بيجوا ليحكوا معنا انه في موضوع 1701، نقول له روح حكومة الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية هي المعنية بال 1701. بيروحوا لعند الدولة اللبنانية بيقولوا لا بدنا نحكي بال 1701. بيطلع لهم الرئيس برغي الله يعطيه العافية، بيقول لهم بدكم 1701؟ اه، بس 1701 روحة ورجعة، في علينا وفي إلنا. بيحكوا مع رئيس مئاتي بيقول لهم ما كمان بدكم تطبقوا 1701، ما كمان على مدى هذه السنوات في 35 خرق اسرائيلي لل 1701. طيب هيدا كلام اللي سنه هوكشتاين. هذا التنسيق، هذا التنسيق نحن ما عم نتدخل. قول لهم بدكم تحكوا بتحكوا مع الدولة، والدولة عم تستفيد من قدراتنا للحصول على ما لم تستطع عليه الحصول عليه في 1901. ولذلك أقول أن هذه المعادلة التي نجحت في تحرير لبنان عام 2000 ونجحت في ترسيخ صمود لبنان في عام 2006، الآن سترون قريبا بعون الله تعالى كيف ستنجز مرة أخرى تحريرا اضافيا. كيف؟ على اي قاعده؟ اليوم المجتمع الدولي كله قايم علينا، واليوم كل مرتكزات خاصه الكلام الامريكي يعني ولا مره كل هذا الامر ولا مره لما بيقعدوا يحكوا هلا ل 1701. اوكي، ليش مين قال؟ عفوا، هلا انا كمقاوم مش رح ناقش بال 1701. لا، انه خلينا امبارح الرئيس مئاتي وقائد الجيش بالاليزي كله عم يشتغل على طيب ما نحن هاو اللي عم بيحكوهم نحن بنعرفهم وبيعرفوا انه نحن بنعرفهم. طيب انت شو بدك 1701؟ اجيب ال 1701. يا 1701 بيطلب الى الامين العام اعداد تقرير يحل بموجبه مشكله مزارع الشبعة. حاضر الامين العام هلا يعمل لنا حل لمشكله مزارع الشبعة. يلا مش طبقوا 1701. طيب 1701 لحظه هذا سيد نقطه انا معك ايش هوكشتاين؟ شو اخذ؟ وقالكم انه بوقتها يعني قبل ما هيدا كان الاسرائيلي مستعد لموضوع التفاوض على مزارع الشبعة. لا، ولا مرة، بس للعلم يعني، ولا مرة ولا في اي الطروحات التي حصلت تحدث الاسرائيلي عن مزارع الشبعة. السقف الذي بلغه مع مفاوضيه هو نص الغجر و13 نقطة. هلا مش هون نقاش. لا في شيء انا عم بقول لك هذا بالنقاش، بس نحن اذا سئلنا طبعا، وهذا الحمد لله رئيس مئاتي ورئيس برغي وبعتقد حتى رئيس الجمهوريه ان شاء الله بس الوطني اللي بنشوفه بموقع سيقول لهم نفس الكلمه. شوفوا عمي، نحن لن نقبل بان نتخلى عن الشعب الفلسطيني. عفوا رئيس مئاتي ورئيس برغي طبعا دائما بهذا المجال، روحوا وقفوا مقتله الشعب الفلسطيني، هاي كرامة للبنان، كرامة للبنان اليوم ستسجل إلى أبد التاريخ، أن الشعب، أن الحكومة اللبنانية، أن الدولة اللبنانية، أن الشعب اللبناني، أن المقاومة في لبنان كانت من النادرين الذين نصروا الشعب الفلسطيني. هلا بنقول كيف وشو هي الفعالية.
أنا بعتقد هذا موقف شريف. أما في بعض الأصوات في لبنان، شوف خلص بابا نغلف الأمور، في بلبنان لوبي إسرائيلي. إيش؟ إسرائيلي. هذا من هو وصغير حملوا أرييل شارون على إيده وربت له على كتفه هو طفل. هذا اللوبي الإسرائيلي موجود بلبنان، هذا يكرهنا لا يحبنا، وهو عنصري وهو طائفي وهو انعزالي، أصلا لا يريد العيش مع أحد، لا يريد العيش مع أحد. الحمد لله هيدا مكسور ومعزول ومنقدر نحاصره. بس ما بعرف قدي يعني بتساعدنا عملية التخوين. لا مش تخوين، سيئيننا ضد بعضنا يعني. ستنا. أول شيء لنشوف عن مين عم نحكي. عم نحكي عن لوبي إسرائيلي. هذا اللوبي الإسرائيلي إذا مط نفسه أبيطلعش 10%. مين هو هذا اللوبي الإسرائيلي؟ هو كل الأحزاب التي سبق أن انخرطت في تحالف ميداني وعسكري وأمني مع العدو الصهيوني لا تزال على نفس عقليتها بالنظر إلى العدو الصهيوني. لا نروح ولا نجي، هاو لا حبونا ولا رح يحبونا ورح يضل يكرهونا لأنه انعزاليون. بينما عم نقول نحن لأقوى. وبقول لك مثلا بنقابة المهندسين، من انتصر بغض النظر عن فلان وفلان، حركة أمل، حزب الله، التيار الوطني وإلى آخره، من انتصر هو نظرية الوحدة الوطنية التي نتمسك بها. الوحدة الوطنية في مواجهة الانعزال. نحن مش عم نحكي عن والعياذ بالله أن يكون هناك طائفة يعني يمكن أو لا في مجموعة أشخاص هؤلاء معروفين منهن، هاو مافيا وصلت عن طريق الدم والرشوة وأمسكت بجزء من هذا القرار، وهذه معادي ستبقى معادي. لو شو ما عملنا هيدي المافيا اللي عم تحكي عنها استميتها مافيا، هلا اخذتنا على محل كنا عم نحكي بشيء اعمق. هيدي المافيا اللي عم تحكيني عنها، قاعد انت وياها بمجلس النواب، وقاعد انت وياها بمجلس الوزراء، وقاعد انت وقت ما كنت مش انت وقت ما كنت قاعد بمجلس النواب انا ما قصرت فيها ما صارت فيها. طيب خلينا نرجع للأعمق. خلينا أنا بحب العمق اللي أنت بتحكي عنا فيه. عنا رجعيني للأعمق. عنا 1701 والأهم من هيك. 1701 عنا جبهة الجنوب يلي هلأ كل الناس بدها تعرف إذا ما قدرنا وصلنا لوقف إطلاق نار وتعسرت المفاوضات. طيب. بدها تضل مفتوحة إلى ما شاء الله. يجب عدم التوقف عن نصرة الشعب الفلسطيني، هذا موقف مبدئي قيمي مستمرون به نحن والأحرار في العالم، والحمد لله أن الأكثرية في لبنان تريد ذلك. الأكثرية. وبدك تعمل استفتاء؟ بدكم استفتاء؟ أنا هلأ بدعي إلى استفتاء. مين الأكثرية اللي بدها؟ الأكثرية في لبنان وفي حتى الأردن. حتى حليفكم الأساسي التيار الوطني الحر ما بده. لا هلا اذا عم بقول لك خلينا نبلش وحده لانه انا ما بدي ادخل بالأردن. ما بدي ادخل انا بشؤون التيار، ما بدي ادخل بشؤون التيار. بس انا بعرف موضوع الأكثر، بس انا بعرف انه ما انا بعرف يعني مثلا بخوضنا لمعركه. انا كمان كنت ماسك ملف المهن الحره سابقا، يعني انا خايض معركه انتخابات نقابه المهندسين بوش رفيق الحريري يومتها نحن ونجاح وكيم، ونحن جبنا كانش بعد معروف مين هو التيار الوطني الحر. يومتها حكي معنا نجاح وكيم قلنا له نحن وانت ما نجيب نقيب، كان بده يجيب عاصم اسلام، قلت له نحن بدنا عاصم اسلام. قال طيب مين في؟ قلت له بدنا نجيب حدا من عند المسيحيين. قال مين؟ قلت له انا بجيب. انا من 89 بقرار من الحزب فات حوار مع التيار الوطني الحر، كان اسمه التيار العوني. فتح الحوار مع ميشيل عون شخصيا. بال96 خضنا الانتخابات اللي سقطت مرشح رفيق الحريري وثلاث مرشحين لرفيق الحريري، جبنا عاصم اسلام وجبنا مرشح لحزب الله ومرشحين للتيار الوطني الحر. شو بدك تقول لي؟ اللي بدي اقول لك اياه انه كمان نحن بنعرف الاخوه بالتيار الوطني الحر، وشو ما طلع حدا صرح بالتيار الوطني الحر انا بقول له اسمح لي انا بعرف التيار الوطني الحر اكثر منك، وانا شغل معه من 89، وانا بعرف الروحيات اللي فيه، وانا بعرف انه في روحيات في مقاومه اكثر مما بتتخيل. كان اسمه التيار العوني. انت شغل مع ميشيل عون، انت شغل مع جبران باسيل. هلا بالنسبه للاخ جبران آخر. بالنسبه للاخ جبران هي اكولاد هيك بالنسبه للاخ يعني. جبران يعني انا الحمد لله مش عني عم تابع العلاقه متعلقه فيه، بس انا
إذا سألت عن التيار العوني أنا بعرفه منيح وبعرفه. إذا بسمي لك ألا إخوان أعتز بصداقتهم ولا زلت على صداقتهم ب 13 أيلول دقدقت لكل واحد 13 تشرين لما شاهدت السوريين لأمن عليهم وريحهم. فيما برجع بقلك بالأكثرية نعم. أنا مش عبتقلي أكثرية مين الاستفتاء؟ نعمل استفتاء بعيد عن الأحزاب والطوائف خلي كل واحد ونحن من استطلاع في أحد مراكز الأبحاث اللي أنا عمل على العينة شو طلع بس؟ طلع أنه أكثر من ثلثان اللبنانيين مع نصرة الشعب الفلسطيني في غزة مع نصرة الشعب الفلسطيني عبر فتح جبهة الجنوب يعني عبر القتال مع قتالنا. هلا طبعا عند الشيعة بتوصل النسبة ل 93% عند السنة واصل لفوق 70% عند المسيحيين قد تقل 45% شو المشكلة عند الدروز واصل لمحل عالي كمان الإحصاءات فيكم تشوفوها. بكل الأحوال نحن نعتقد انه لن نتخلى عن هذا الموضوع. هلا بتقولي ال 1701 هاي الدوله اللبنانيه موجوده يحاوروا رئيس بري يحاوروا رئيس مئاته واللي بيتفقوا مع رئيس مئاته ورئيس طبعا وكلاهما يقولان كما نقول نحن جميعا اوقفوا المقتله في غزه وبعدين بنحكي متفقين لذلك ما في مشكله بلبنان. المشكله من عم تطلع عم تطلع من هذه الاقليه التي ليست الا لوبي صهيوني بإشراف أمريكا. طيب عندي سؤال هيك الناس تسأله عادة إذا إيش قرر الإسرائيلي هيك بنعمة أدير يعني يا عيني. قال اللي قرر يبرم ظهره للبنان خي ما بقى بدي شيله خدوا مزارع شبعة وخدوا اللي بدكم تاخدوه وما إلى ذلك في هناك من يقول إذا الإسرائيلي قرر يطبق ال 1701 سيعرقل حزب الله لا لا. لأنه هذا مرتبط بوجوده باستمراريته بكيانيته ستنا بالألفين قبل ما وصلنا قبل ما نوصل للتحرك الحمد لله أنا مواكب هيدي الحياة كلياتها بوعي على الأقل من 82. أنا قبل الألفين ما كنت أقعد أنا والعالم كانت بعدنا نحن ما عندناش هذا الظهور السياسي الواسع كانوا يقولوا ما انتوا بالمقاومه عم تشتغلوا بطريقه ما بتكونوا ظهروا الاسرائيلي بدكم اياه للاسرائيلي يضل محتل. بالوقت اللي كان في قائد للمقاومه رحمه الله عليه كان قايلنا ان لا يكون لاخوان من هون للسنه الاسرائيلي طالع من لبنان طالع من كنا عارفين طالع سنرغمه من خلال نوعيه من العمليات. طب ما هي طلع الإسرائيلي من لبنان لو بدنا نطلعه ليش ما خليناه؟ طيب قالوا هلأ طلع الإسرائيلي هاي صارت بيني وبين عزمي بشارة بعد الألفين قالوا ما خلص حزب الله بطل مقاوم أمنا فتحنا علاقات مش فتحنا كملنا العلاقات المفتوحة مع الشعب الفلسطيني ودعمنا له مقاومته إلى الأمام بيعرفوا المخلصين. بالألفين وستة قال لي عزمي بشارة خلاص ما بقى في انتهت المقاومة هلا صار في نظام عربي. وبعتقد يعني أنا لما كنت عم بحكي أنه يعني كنت عم بشوف إرهاصات انتقاله إلى ضفة أخرى. طب ما هيانا هلا بال2024 ولا نزالوا على أقوى مما كنا عليه من قبل. لذلك يا خي ما بقى تحطوا تواريخ ولا بقى تحكموا علينا روق خدوا بعين كل العالم عم تسمعنا وبتجي بتحكي معنا مش عم تحكي مع غيرنا لأنه فهمانين اليوم أنه نحن واعونا لأهدافنا غير السرية اللي عم نقوله على رأس السطح. بتقلي لي آن ظهر الإسرائيلي تتوقفوا عن نصرة شعب غزة لا مش رح نوقف إن شاء الله بس منلاقي طرق بس سنجد طرق مناسبة لنصرته. يعني مثلا ليك حماس منين حصلت أول ما بلشت تحصل على تدريبة بتعرف شو أخطأ خطأ إسحاق رابين وزعب 420 واحد من كوادر حماس على مرج الزهور. إيه هم مرج الزهور قعدوا ناموا هو استلمناهم دربتون تماما ومع فتح ومع الكل. لذلك نحن مش قاعدين ولن نقعد وحنضل والشعب الفلسطيني يعرف حجم الدور ولا نمنن. برجع بقول لك نحن بنوقف قدام الشباب الفلسطيني خاشعين منقدم اذا قدمنا عاوننا منقدمه ونحن نسال الله ان يتقبل منا لانه الشعب الفلسطيني عم بيقدم اكثر من هيك.
لك انا يعني واحدة من الامور قال لي الواحد انه يخيب الحلقة تبسم لك شوي. قلت له يا خي يعني انا كيف بدي اقعد واحد يتبسم وانا يعني في بالعيد نحن شعرنا بعيد فوق يعني انت بشايف انا بتحاشى اشوف المناظر يعني والله العظيم كيف واحد فيه دم وبيقول اقعدوا وتركوا الفلسطينيين في كثير كلام بعد ينحكى بهذا الملف بدي على بريك ما هو بدك الوقت مددوا الجلسة بدي فوت على بريك بدي فوت على بريك وبدي من بعده احكي بموضوع النفط لانه هيدا موضوع البترول النفط والغاز كمان وهيدا بايدك اختصاصك يعني في كثير كلام نحكيه لاختم لان لفوت على بريك بجمله واحده اختصر لي جبهه الجنوب بجمله عندما تقف المقتلة في غزة نكون قد بدأنا صفحة مختلفة تتولاها الدولة اللبنانية التي إذا نجحت في التوصل إلى اتفاق لتطبيق 1701 فسيجد هذا الأمر طريقه إلى التنفيذ. الدولة ما فيها تنجح إذا ما قبلتم بالأمر وشعبتوها يعني. بس برجع بقول 1701 ما فيك مثلا في كثير من اللي سمعهم هن مع ال 1701 وحيادك مش قارينه ولا 1701 نحن الميزه مش قارينه هلا نحن ساهمنا باسقاط سابقه قبل ما يطلع بس كلمه سريعه سابقه اي يعني 1559 لا هي عم تحكي عن لا انتهى ال 15 ايه؟ انا عم بقول قبل صدور ال 1701 كان في نص مشروع القرار النص المشروع الأمريكي الفرنسي لإصدار القرار 1701 كان ينص على قوة ضاربة متعددة الجنسيات وكان عم بنص على انسحاب قوات حزب الله إلى جنوب الليطاني. أنا ذاك أصرت إحدى الدول أن تسمع رأينا. جواب السيد حسن روحوا اقعدوا مع الرئيس بيرو بتاخذوا الجواب منه. لك يا خيي نحن اصدقاء وبنحكي سياسه مع بعض والى اخره، يعني اوف ذا ريكورد بدكم تحكوا؟ اوكي. لك تم صار مارق اكثر من اسبوعين، قواتنا وين؟ قال لي ببنت جبال. قلت له بمارون الراس كمان، لانه هديك اليوم فاتوا الشباب عبر افيفيم على مارون الراس. وفضلا عن عيط الشعب، اذا ما قدر الإسرائيلي بقواته يظهرنا بتكون ظهرونا أنتو. الشغلة الثانية قوة متعددة قوة ضاربة متعددة الجنسيات ما بدي أحكي عن تجربة 82 بالقوات المتعددة الجنسيات بس هلأ القوة التي سترسل ليست أقوى من الجيش الإسرائيلي وفشلت في أن تفعل شيئا لذلك هذا القرار سوف يسقط وسوف يسقط في وادي الحجار وسقط بوادي الحجار أوكي. بس 1701 1701 اللي مفتكر انه 1701 اجى مكافأة للعدو الصهيوني على عدوانه هو واهم لانه لم يقرأ 1701 حابب يقرأ بدعي الى حابب بقعد انا واللي بده اياه منجيبه منقرأ بند بند لا انا بكفيني نحكي بالبند الثامن البند الثامن يلي هو ايجاد ترتيبات أمنية لمنع استئناف الأعمال القتالية وهيدي يعني الانسحاب إلى شمال الليطاني ما في ولا انسحاب ولا نص ولا كلمة انسحاب أنا بقول لك الانتقال إلى شمال ولا الليطاني ولا انتقال ولا شيء اللي متوهمة حول العالم بهذا الموضوع ومعك في التقرير جيدة أن الجيش اللبناني ينشئ مع اليونيفيل منطقة عازلة بين الخط الأزرق والليطاني ما في كلمة عازلة شوفي منطقة ينتشر فيها الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل ويمنع فيها أي سلاح لا توافق عليه الحكومة اللبنانية من لا توافق لا توافق عليه الحكومة شو اللبنانية. يعني بدكم ترجعوا إلى إدراج حق المقاومة بالبيانات وبتصير إدراج مش أمتى نشال لا نشال لفظا لا أمتى نشال في محلات نشال لفظا ولا مرة البيانات أنا مرة كنت بالمجلس وقلتوا ست ستريدة جوابتنا ليك أول حكي عن حق المقاومة صدر بحكومة كان فيها جورج سعادة وسمي فيها سمير جعجع سمير جعجع ما راحش سمي بداله رجاديب الحكومة الأولى بعد اتفاق الطائف ووصولا إلى الآن ولن تكون الأمور إلا على هذا النحو حق اللبنانيين في المقاومة هو حق مكفول وأنا أدعو أكثر إلى أكثر من أنا أدعو إلى إدراج المقاومة كنص دستوري أيضا يعني عم بتقلي هلأ بهيك
نص دستوري. ايه انا يعني عم بتقلي بهيدا الموضوع انه هيدا هيدي النقطه بال1701 لن تطبقوها. لا 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 قصه المنطقه لا لا لا. الفاصله ما في قصه انه ما يكون في عمل طيب. قتالي أنا ومسلح انا حافظه ال1701 معك هي ال1701 ايه معي طلعي لي منطقة خاصة بدي طلع لك يلي هي بدك هي ولا شيء المادة الثامنة الثامنة اقريها احترام صارم من الجانبين للخط الأزرق اتخاذ إجراءات أمنية تمنع استئناف العمليات الحربية وخصوصا إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقا للفقرة 11 مع تطبيق كامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع أسلحة كل المجموعات المسلحة في لبنان لتصبح الدولة اللبنانية وحدة وطبقا لقرار الحكومة اللبنانية ب 27 تموز 2006 تملك أسلحة وتمارس سلطتها في لبنان منع أي قوة أجنبية في لبنان لا كفى لا على فكرة هلا اللي قريتيها هلا بالنسبة 1559 طيب قلت يعني لي سقط انتهى وخلصنا ما بدي ناقش فيه بدي جواب عليها قبل ما فوت أبريك أما بهذا النص فهذا النص يقول وبشكل واضح أن هذه المنطقة لن تخرج من لبنان وستبقى في لبنان وهذه المنطقة هي بإشراف الحكومة اللبنانية أوكي. نحن موافقين على هذا الموضوع يعني وفق رؤيتنا لا ما هي ايش بوقتها ما رؤيتك انك تروح تفوت الموضوع المقاومه بالدستور تعملوا ماده دستوريه مش بس بالبيانات الوزاريه يعني لن تطبقوا لا لا او بدك تلقي له مخرج تما تطبق لا مش قصه لا مخرج ولا من يحزنه هلا فينا نحكي نحن كثير بهذه النقطه بس بهذه النقطه نحن مأجلين كل حكي فيها لسببين اول شيء لازم ينتهي الموضوع بغزه أوكي. ولذلك لا نلتزم بشيء قبل أوكي. قبل الامر بغزه وثانيا هذا الموضوع يناقش مع الحكومه اللبنانيه وليس معنا بريك واعود هربت فيكم من جديد مشاهدينا أرحب مجددا وأتابع هذا الحوار مع ضيفي السيد نواف الموسوي أهلا وسهلا فيك من جديد سيد نواف مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله أسئلة مباشرة وأجوبة مباشرة تفضل هل تسمون يلي عملناه والنتائج اللي طلعت لحد هلأ من الترسيم إنجاز هلأ جيت أنا على مجلس النواب بال 2009 وذهلت عندما عرفت ما حصل في عام 2007 حين لم نكن في الحكومة بسبب الاعتكاف من 2007 حتى الترسيم البحري كان 865 كيلو متر مربع من من المياه الاقتصادية اللبنانية مع المياه الإقليمية رايحين رجعناهم فإذا هذا إنجاز ننقل على المطروح الثاني اللي هو موضوع التنقيب بالتنقيب بلش نعمل التنقيب بالبلوك رقم 4 وهذا ما له علاقة ببلوكات الجنوب وطلعوا التوتال وقالت ما في وراحت على بلوك رقم 9 وقالت ما في نحن في ملف طول بالك نحن في الملف نختلف عن غيرنا من القوى السياسية مفندين وإلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية نختلف أن لدينا خبراء في هذا المجال طلعوا على تفاصيل ما جرى في البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9 واكبوا البلوك رقم 4 عطوا تحذيرات مسبقة وبالبلوك رقم 9 واكبوا خلاصة خبرائنا أن التنقيب الذي قامت به توتال ليس تنقيبا نزيها ولا حرفيا قبل ما تحطي بالسياسة وبيقعد الخبير أو مجموعة الخبراء اللي عنا بيشرح واحد اثنين ثلاثة أربعة لغة تقنية خالصة وهذا الكلام قلناه للمسؤولين في الدولة لا
بعض المسؤولين مش الكل يعني وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، يمكن بمرحلة لاحقة ينحكى مع رئيس الحكومة مع رئيس مجلس النواب، بس لأنه جينا وانشغلنا هلأ بموضوع غزة. ما هو نحن لو سمحت لي هون سيد كمل لك المسار، بس لو سمحت لي على هاي النقطة، نحن انشغلنا بموضوع غزة والجماعة عند العدو انشغلوا عم بيسرعوا وتيرة الاستخراج من كريش. طيب. بقول لك شغلة نحن بدأ التنقيب الإسرائيلي عام 2007 استطاع بعد 5 سنوات، وهذا طبيعي، بال2012 الإسرائيلي عم ينتج. فإذا انسى، نحن خضنا معركة في مجلس النواب في مواجهة رئيس السنيورة، نحن يعني رئيس بري وجبران باسيل وكتلة الوفاء للمقاومة لاستصدار القانون 132. أوكي. فإذا ما كانت عملية سهلة، لأن كان هناك في لبنان من يقول ممنوع، يجب أن لا يكون هناك في أن يكون في لبنان. طيب. ماشي. هلأ نحن عنا ورحنا على التنقيب، طلعت آلة توتال، نحن نشكك فيما تقول توتال ونعتبر أنها لم تقل الحقيقة. طيب تفضل أعطونا التقرير. لحديت هلا مين هي بده يطالب فيه للتقرير؟ لا طالب الدولة اللبنانية. مع وزير الطاقة. أوكي. طالب وهيئة إدارة قطاع البترول طالبت، عم بيطالبوا. لكن حتى الآن توتال لم تصدر تقريرها. بس عشو متكلة توتال تما تصدر تقريرها؟ مش على خلل من الأساس بطريقة إبرام هذه المعاهدة؟ قصدك العقود مش المعاهدة، لأن تقسيم البحر الشيء والعقود شيء ثاني. حتى العقود في محل بعدم إعادة النظر، وما في بنود في هذه العقود تلزم توتال بأدنى تلزم. شو لقلك نحن نقطة الضعف في لبنان شو متمثلة، وهذه يجب أن تنتهي عندما نبدأ بتشريع جديد. هلأ نحن واحدة من أهم المسائل اللي بدها تتاخذ لاحقا بموضوع النفط، شغلة الكونسورتيوم ورأس المال الأسطور اللي محطوط، هذا لازم ينتهي، لأنه هذا عما بيعقد الطريق أمام شركات تانية تجي تشارك. أوكي. في تعديلات قانونية يجب أن ندخلها على القانون لتسهيل انخراط شركات تانية. ونحن بحاجة إلى قرار سياسي يسمح بمشاركة شركات شرقية. الصين، روسيا، إيران. لأنه هلأ نحن شو مصفي؟ صف الذي تقدم لوحده فقط هو هذا الكونسورتيوم الذي تقوده توتال. ما فتح له دورة 12 بالليل وزير الطاقة. بقول بغض النظر لو تقدم حدا تاني، بس يتقدم حدا تاني بتصور ظروفنا أفضل. أوكي. ليتقدم حدا تاني بدنا شغلتين، بدنا تعديل بالقانون، وبدنا جرأة عند صاحب القرار السياسي يقول أنا بدي افتح قدام كل العالم. هيدي مفتاح نبلش نحاصر اللي عم بيحاصرونا، لأنه ممكن أنا أنسأل طيب هل تعتقد أن تخلف توتال عن القيام يعني عن التنقيب والاستخراج سببه سياسي؟ أقول نعم ممكن. رئيس الحكومة قال ممكن. هلا ما بعرف رئيس الحكومة، لأنه هو حذر. أنا قال. قال لك إنه هذا سبب سياسي. استمعت تنامى إلي أنه سبب سياسي. تنامى. هلا أنا بقول لك. سمعوا. أنا بقول لك نعم في سبب سياسي. في عنا اليوم شيء بالقانون بيعاقب توتال أو بيسمح لك أنك أنت ترجع تسائل توتال ليش بكريش نزلت بالحفر للأربعة تلاف وأربعمية وبلبنان ما قبلتي تنزلي تحت التلاتة وتسعمية؟ اللي عم يحفر بكريش هو إنرجيان اللي هي مش توتال إنرجي. أوكي. لا بس عم ببين. أما حيال البير التي فتحت في 9، نحن عندنا خبراء من جميع الاتجاهات، في رأي خبير عندنا بيقول لا حكي توتال مزبوط. إجا يرد علي، أنا شهدت أعدتهم وقعدت عم بسمع النقاش بيناتهم، فقال له ليك هيدا إجا توتال حفرت مش بالدوم مش بقبة بلوك بالخاصرة. تماما. أوكي. بالخاصرة. هيدا أول خطأ ارتكبته. بعدين وصلت لمحل قالت اللي عم يطلع معي هو بس مي، فوصلت للمي بقاش فيه تحت غاز. قال له كان لازم تنزل لتحت. عم بقول نقاش التقني بهذا الموضوع، نقاش التقني بهذا الموضوع يتهم توتال باللاحرفية وبالقصور، ويفسح المجال أمام أن
الذي يمنع عن مواصلة أو لا الوصول إلى الاستخراج هو قرار سياسي، لكن القرار السياسي هو بالدرجة الأولى أمريكي، لأنه أمريكا هي اللي عم تفرض إرادتها. فلذلك سماحة السيد قال ماشي هلأ نحن مجهولين به بس نخلص. لا خطبه الأخير عاد فتح الموضوع، نحن الجماعة عملنا تحرير، عملنا تحرير ل 865 كيلو متر مربع، المرحلة القادمة هي تحرير الثروة البترولية اللبنانية من الحصار الأمريكي. هيدا عنوانه. كيف؟ في جزء بغض النظر عن في جزء هلا اذا بدي فوت معك بموضوع الاخطاء الوارده بكل شيء صار، يعني ما بعرف يعني شو قصدك عن شو يعني الاخطاء صار. من الاساس منذ الترسيم، سواء كان بالكيف كيف انمضت هيدي المعاهده وكيف راحت بعدين. في عنا نحن في عنا نحن فينا نتفق على شغله هلا فيما يتعلق بالاتفاقيه. هذه اتفاقيه ابرمتها الدوله اللبنانيه معاهده. لا ما هي هون يعني كمان هون في نقاش بهذا الموضوع، بس خليني صلت كلمتين عليه. ليك بلبنان، بلبنان في محور الخط 29. هذا المحور أنا أعرف مؤسسه جيدا، لأنه من قبل ما جنابه يحكي أنا على طاولة لجنة الأجيال بال 2010 حاكي ضد. انت مع انت ضد 23، حاكي ضد 23 ومش من عندياتي. انا ادين بهذا الامر الى المعالي الوزير الدكتور طارق المجذوب بالدرجه الاولى اللي هو كاشف هذا الموضوع، هو الذي بدا. انا كل اللي عملت فيني دفعت عنه وحمايته وجه الاستشراس اللي كان عم بيصير عليه. كمان من الداعين الى هذا الموضوع الله يقيمه بخير اذا رضاك الاستاذ سعد زخيا. وفي بعض واحد ثالث ما بيقبل الحكي عن اسمه، كان في ثلاثة حوالي، الدكتور طارق المجذوب وسعد زخيا من الخارجية اللبنانية، وهذا الشخص الثالث من إدارة هيئة إدارة قطاع البترول. لكن أنا ذاك في شيء اسمه هلأ، يعني هلأ إذا بتجي بتقولي لي أنت بدكن شبعة ولا بدكن أكثر من شبعة، بدك أنا رأيي؟ أنا بدي القدس. أنا بدي لشو اسمه لأم رشراش اللي اسمها إيلات عم تحكيني بكم متر هون. طيب ممتاز، بس خلينا نقلع بهالكم متر كان شتفينا نوصل هون. هون التمييز، مين المسؤول عن تحديد ما يريده لبنان؟ في دولة خليها تقول هيدي متعلقات. شو عملت الدولة؟ الدولة ما بعتت للأمم المتحدة إحداثيات المياه الإقليمية تبعنا. نحن في عندك نقطتين، إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة اللي بعتنا ثلاث أسطر فيها على الأمم المتحدة، وهيدا مطلوب إنه إسرائيل ولبنان يبعثوا إحداثيات المياه الإقليمية. نحن ما بعتناها. أمتى بعتنا عن أي أكسل؟ لأنه المرة الوحيدة التي أرسل لبنان إحداثيته هو بعد صدور المرسوم 6433، لكن قبلها الله يوجه له الخير معالي الوزير عدنان منصور استبق الاتفاقية القبرصية الإسرائيلية وبعت إحداثية النقطة 23. بعثها برسالتين، رسالة بتموز 2010 ورسالة الثانية بتشرين أول 2010. هاي خلينا نحطها على جنب. مدام لبنان لم يغير القرار 6433 فهو أسير لهذا القرار. هذا ما تغير. نحن سعى البعض في لبنان إلى تغييره، وأنا إذا بدك أنا لما كان مرة سألني السيد حسن الله يحفظه قال لي إنه شو ما أنت هو بيعرف أنه أنا متابع هذا الموضوع، أنت شو رأيك 23 ولا 29؟ قلت لك رأيي أنا بدي الخط 35 بس قلت له خط على اللوحة مع كريش بظهرهم كمان لا بيبقاش ولا حق. وفق نظرية يعني. وفق نظرية اسمها امتداد الحدود البرية رسمت له وعم بيجي بقول أنا مستأنس من أحد الكبار القانونيين في العالم. قلت له وين نحن؟ قال لي سيد اللي شو بدك أنا برسم لك الخط، بعطيك التكييف القانوني لترسم الخط. على كل حال قال لي السيد ما رح نقدر نفوت بهذا الموضوع لأن موضوع نحن حطيناه من زمان من أيام الحدود البرية عند الدولة اللبنانية. فأنا هو ما بدي أحكي، أنا بدي أحكي اليوم كيف بدنا نحرر. ليك نرجع بعيد العبارة، تحرير الثروة البترولية اللبنانية من الحصار الأمريكي. كيف وصل لنا بالصواريخ؟
طولي بالك الدبلوماسيه. لا بدك هلا بتنيني عم بهرب. انت اصلا هلا بتنيني عم بهرب. انت اصلا لا تؤمن بالدبلوماسيه. لا لاقول لك شو. لا انت بس بتقول لوضح. انت بتقول انه المعادله ترسمها الارض، ترسمها بيرسمها الميدان، ترسمها استراتيجيه. تمام. دبلوماسيه ما بترسمها. هذا مش بس قولي انا، مش بس قولي انا، هذا اللي بيدرسوا علوم سياسيه بيعرفوا هاي الثابته. أوكي. موازين القوى بتنرسم، بيطلع الدبلوماسي الجيد هو الذي يحسن استثمار وضعه الميداني بالاتفاقيات التي يتم. هذا الدبلوماسي الجيد. انا بؤمن انه اذا انت ما عندك قوى قادر تستند عليها في الميدان، بيطلع الواحد عم بيصفط حكي، ما حدا بيسأل عنه. ليش هلا انت فيك بلبنان؟ انت عندك لو ما انت عندك مقاومه هلا بلبنان حدا بيسأل عنك؟ عفوا مش عنك، يعني انه حدا بيسأل عنك. انا لبنان وحده من ايه عني عني يعني. بس اللي كيف بدنا نحررها؟ خلص شو بدك انت طمني كيف بالك؟ شو بدي؟ لا بدي اعرف كيف مش بدنا نحررها. بدك الخطه خليها بدك تقول لي الخطه. الخطه موجوده، ترسيمه موجوده، خطه عسكريه. لا خليني لك، هي خطه شامله. قلت لك بعض أضاءك في شيء بيتعلق بالتعاون من أجل إجراء تعديلات على قانون. أوكي. في شغلات بتولها الدولة بالاتصالات السياسية، في شغلات تتولى باستخدام شركات أجنبية للتنقيب. أنا أبلغتني جهة أنه بس تقرروا أنتوا بدكم تجيبونا على التنقيب، بعت لكم فريق استشهادي مستعد أنه يقعد ينقب بظل كل المخاطر. فالخطة شامل. مش الروس. الإيرانية يعني؟ مين الجهة؟ يمكن الصينيين. الصينيين مين؟ ليك شوف الوضع الدولي هلأ عم بيتغير. أنا صح حكيت لك أنا عن جموح الولايات المتحدة، لكن اليوم بعد كل اللي صار حتى الأمريكان عم بيقولوا، ولو أنه في محور غير متراص في وجهنا، بس اليوم بدأ يتشكل محور في قبالنا، والأمريكيين حاسبين له حساب وعم يشتغلوا جد. وميزة هذا المحور أنه كبد الناتو هزيمة منكرة في أوكرانيا، لها ما لها ولها عقابيلها. لذلك هذا الزمان الذي تنفرد فيه الإدارة الأمريكية بتقرير الأمور قد انتهى. هذا الزمان ورايحين نحن على زمان مختلف. الشعب الفلسطيني كان أساسيا في افتتاح هذا العصر. الشعب الفلسطيني؟ ايه. شو كنت عم تشوف؟ أساسيا لا عم بشوف مددولك ولا بحث؟ مددولي شوي. خلينا اوكي ممتاز بس عن جد أنا بدي جواب. لا ليك أنت بس لحتى تكون في شغلات، في شغلات أنتوا وقعتوا بشرك. طب أنا بدي أقول شو مثل ما أنتوا وقعتوا بشرك. لا إطلاقا الاتفاقية لا إطلاقا إطلاقا لا إطلاقاً. مستحيل تكونوا موافقين على الشكل اللي نعمله إطلاقا فيه. لأنه كل ما بسألك سؤال بتهرب منه بتقلي على الحكومة. اسألوا الدولة اللبنانية. نحن ليك في الشيء اللي إلو يعني اسأليني عن شغلات اللي نحن نتحمل مسؤوليتها بس في شق محل الدولة اللبنانية ما لازم يعني من مش قصة هريب، من الخطأ أن أتولاه أنا، من الخطأ أن تتولاه المقاومة. برجع بأكد هاي عقلي نظريتنا يعني السلطة أو الدولة يعني الجيش واحد من مؤسساتها طبعا الدولة بمعنى السلطة، وعندك شعب وفي عندك المقاومة. أنت بس تسأليني عن المتعلقات بي لا ينبغي أن تكون به الحكومة، بقول لك منا شغلت فمش هريبة. حتى طبعا المقاومة مش عم تجاوبني عليه. لا بطبعه المقاومة بلا عم قلك بلا. أنا أيمتى بتلاقوا أنه صار شغلكم وين بموضوع التحرير؟ قلنا ما قالت أعلى سماحة السيد نحن بس يوقف هذا رايحين نحرر بترولنا تتوقف غزة السيد. يعني ايه قال بس يقطع هذا الموضوع. ما مش عارفين امتى بدها توقف غزة. بدنا ننطر لتوقف غزة لانه بهذا التوقيت اول شيء مفروض يتوضح موضوع البلوك رقم 9. لا بدك تقول لي هذا شغل الحكومة انه الشيء الخطأ اللي صار بالبلوك رقم 9 نحن عندنا رؤية. نحن بكرة جايين على البلوك 8 وبلوك 10. إذا هيك الوضع ورحين عم نفتح دورة تراخيص بيروحوا بتراب المصاري هون. لا نحن عندنا رؤية بموضوع البلوك رقم 9 بعتقد يعني تتخطى
التقرير اللي وضعه توتال، لأنه نحن استمعنا لشركات تعمل معها توتال عن تقارير يعني تزيد مأزق توتال، مثلا مثل شلون بيرجي وتحليله للعينات التي أخذت. هذا تفصيل ما رح أحكي عنه بس موجود عندنا. ما فكرة اللي يعني قصدي عندنا تقرير يوضح رأي شلون بيرجي في العينات التي أخذتها توتال في أنها لم تكن عينات صحيحة ولم تأخذ بشكل احتراف، وكان يجب أخذها بطريقة مختلفة للحكم على هذا البئر، نستمر في الحفر فيها أو لا نستمر. هذا ما مع في فيه. علم الدولة اللبنانية أخبرناه لوزير الطاقة ولهيئة إدارة شو عمل وزير الطاقة؟ هلأ الوزير لقلك يقظ وعم بيشتغل بهذا الموضوع، بس الأمور التي تحتاج إلى قرار حكومي منا بإيده. هيئة إدارة قطاع البترول الله يعطيهم العافية يعني بالكاد عم بيقدروا يأمنوا مرتباتهم. أنت عم تحكي عن هيئة سداسية نص صراح بعد في ثلاثة منها الله يعينهم، يعني كمان وضع اللبناني وضع الدولة اللبنانية ليس بخير. طيب هلأ بدنا ناكل عنب كله خط الطفافات ايوه هلا نحن فتنا عم نبلش ننقل على البري كمان. لا 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 هيدا صار حدودنا خط الطفافات. لا 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 هي النقطه وين يعني شو اللي عمل باتفاقيه الترسيم. اتفاقيه الترسيم لما حاول الاسرائيلي يفرض خط التفافات رد عليه، فكانت النقطه من النقطه اعتقد 20 او 22 هلا بتاكد الى البر بقي معلقا، وهذا جزء كبير منه بالمياه الإقليمية مش المنطقة الاقتصادية الخاصة. فهي النقطة ولذلك أنا لما سئلت عن هذا الموضوع قلت النقاط العالقة مع العدو فيما يتعلق بالحدود مش بس قلت رأيي مش 13 نقطة، هي 13 نقطة ومزارع شبعة، بس قلت لهم لا في هذا المقطع اللي بقي من من الرأس الصخري بتبهي مش من البيوان من الرأس الصخري، وعفاه وبوجه التحية للشباب بالجيش اللبناني تحديدا هلأ صار عميد مازن بصبوص انه كمشوا رأس الصخري وقفوا عليه علموها هونيك من الرأس الصخري لآخر نقطة وصل إليها الخط اللي صار بموجبه الشيء اللي عمله أوكشتاين. هاي النقطة بعد لا تزال عالقة أيضا، لذلك أنا ليش بقول للبعض انه انتوا هيدي وهيدي كذا لك يخيروا ما بعدها هيدي، ليش انت عم تحسم الجدل فيها والجدل فيها لم ينتهي، ما هيدي بعدها معلق. طيب سيدة امتى بينتهي الجدل فيها؟ انا برايي انه في بعض النقاط مثلا مثل هلا بتقولي لي هيدي، يعني في بعض الشغلات في خبريات والله لو في وقت بس انا بشرح لك مثلا طلع خبريه بعض هول اغبياء، طلع واحد اللي هو يعني من عرابي اتفاقية 17 ايار اللي تسوى اللعنة، طلع يقول ما نحن عملنا وعنا خط. لك يا عمي ليش بيكذبوا هولي على العالم؟ لك هيدا الخط اذا حدا انتبه له هو الوزير السابق صديق يعقوب الصرف. لما كنا عم نناقش بيقول لي الوزير الصرف بيقول لي بتعرف رحت على ملحق الترتيبات الأمنية باتفاق 17 أيار فلقيت البند زين بالعربي نسخة العربية مش دقيقة الإحداثية فيها، بعتقد البند جي، مهم جبنا نحن بالنص العبري والنص الإنجليزي تنشأ منطقة عمليات للواء الإقليمي. شوف شو بيجذبوا هول جماعة 17 أيار، حاطين الحد بعيد 300 متر جنوب الرأس الصخري. هل قديين عال؟ فهذا قلنا له منحطه نحن على جنب هون لما بيبدأ النقاش بترسيم حدود المياه الإقليمية. فهون حولوا البعض إلى غوغاء للنيل من تحديدا رئيس الجمهورية أو النيل من حلفاء رئيس الجمهورية تحديدا المقاومة. لك في دجل بهذا الموضوع، دجل لا بقدر فنده بوضوح. على أي حال عندما نأتي إلى حل النقاط العالقة لما بيجي واحد بيقول ما أنتم بدكم تخلوها، إذا نحن بدنا نخليها من أجل استمرار المقاومة، نحن بلغنا كل الجهات شوفوا
روحوا حلوا كل النقاط. هذا شيء مربوط بالترسيم البري وفي عندك 13 نقطة. لا هلا هذا اللي أنا كنت عم بقول لك إياه. أنت كان حدا قايل لك إنه هن مستعدين يطلعوا من زار الشباب. نحن معلوماتنا أنهم لم يفتحوا سوى بس 13 تحفظ الموجودين. ونحن قلنا رأي ب 13 تحفظ كرأي تقني. شو قالوا عن البي 1؟ شو معلوماتكم؟ بيطلعوا من البي 1؟ إيه مثلا هلا واحدة من التحفظات هي موضوع البي 1 والبي بي 1 كمان فيها نقاشتين. هلا نحن سؤال بدنا البي 1 ولا بدنا رأس الصخرة؟ ما أنا بدي أسألك كمان. أنا بدي أسألك شو بدك؟ أنا كمواطن مش كمقاوم، كمقاوم هذا قال لي السيد حسن هذا مش شغله. كمواطن أنا بقول برافو يا شباب بالجيش اللبناني، قلتوا رأس الصخرة بدي رأس الصخرة. بدنا الرأس الصخرة. لا وأنا مع يعقوب الصراف بدي أكثر من رأس الصخرة. بدي اللي بدنا يشي واللي عم ينشغل عليه ومقدور عليه شي تاني. بدي خط الجنوب الحد الجنوبي تبع منطقة عمليات التكتيبات الأمنية. هلا ليش اللواء الإقليمي بتعرفي الأغبية اللي بيقولوا إنه حاجة لبنان ألف شو اسمه اتفاق 17 أيار. اتفاق 17 أيار كان سيترك الجنوب مع بحره في يد اللواء إقليمي في الجيش. شو يعني لواء إقليمي في الجيش؟ بيقول بتنص ينشأ من القوات العامة، بعد القوات العامة يعني جيش لحد، كان لحد بعد مش سعد حدين، ويضاف إليه العديد من القرى الحدودية. يعني إذا ابن الشمال بالجيش اللبناني بموجب اتفاق 17 ممنوع يفوت على الجنوب أو الكذابين. فهذا اللواء الإقليمي اللي هو عملية جيش لحد موسع اللي هو لواء إسرائيلي بيسلموه الجيش اللبناني. هلا هيدي خلصت. أيوة لا بس لبدد الكذب اللي طلع فيه اللوب الإسرائيلي في لبنان. هلا هي هلا أنا بتحفظ على هيدي التسمية. هلا اللوب الإسرائيلي ايه؟ أنا أتحمل مسؤولية مع ضربة صدر. خليني ارجع لنقطة مفصلية قبل ما فوت كلمتين لأنه بدي أخطب عن الموضوع الشأن السياسي الداخلي. إذن ستحررون إن شاء الله. هذا وعد السيد وأنا كما الشعب اللبناني أثق بأن السيد صادق في الإفاء. بس رابطها بانتهاء غزة. ليك شوفي بس من هلأ إذا طولت غزة أنا هلأ فلت الأمور. هلأ أنا يعني لو ما أنه أنا مكلف بعمل ذي طابع مدني على ما أراه في غزة والله العظيم بطلع أنا بقعد على خط القتال وأتمنى أن أقتل وأنا في محاولة الدفاع عن الشعب الفلسطيني. والله هذا موضوع طيب مش سهل. هيدا على جنب. أنا اليوم هيدا متفقين عليه. هاي قضيتنا التي لن نتنازل عنها. ليك لو رجمنا متفقين على الموضوع. لا بس رح قلك لو رجمنا بالحجارة لأننا ندافع عن الشعب الفلسطيني لن نتراجع عن الدفاع. طيب ممتاز. هيدا شيء والآن عم بحكي عنه شيء تاني. هيدا واجب. أكيد. نحن حقنا أرضنا قلتوا ستدافعون عنه بالزمانات وقت المزح ومسحة بعتوا مسيرتين فوق هذا اللي حل الترسيم. طيب أوكي هيدا اللي حل الترسيم. هلأ شو قصدك كيف بدنا نستعيد اللي بدي أرجع هيدا النقطة. يعني قصدك بتسألين رح تستخدموا الطائرات المسيرة دبلوماسي؟ لا ما بقاش تنفع الطائرات المسيرة هلأ دبلوماسية. شو ما بتنفع صرنا لهلأ صرنا ضاربين ثلاث مرات القبة الحديدية. هاي القبة الحديدية شغلتها تمنع الاختراق. حكي عن نبعث الطائرة المسيرة تنزل على القبة الحديدية. لك والله في هذا القتال إنجازات ما حدا بيحلم فيها. عم بدنا نعمل بدي هلأ جواب رح تحرروها بالقوة بما العسكرية يلزم. بما يلزم كل ما يلزم وكل ما يمكننا طبعا. في الشأن الداخلي رئاسة الجمهورية خماسية زارتكم الخماسية قلتوا لحوار يرأس الرئيس بري بعدكم متمسكين بسليمان فرنجية رئيس طلعوا جاوبوا حوار ما بيزبط مثل ما راكبة وبعده الانقسام حاصل. وينكم بالوضع الداخلي؟ شوفي نحن يعني أول شيء رئيس بري كشخصية وطنية
بوقت من الأوقات قام بترشيح الصديق والعزيز سليمان فرنجي، فنحن أيدنا ترشيح سليمان بك ولا نرى أي ما يحول يعني كل المواصفات. وعلى كل حال منيح أنه البطرك بلقائه مع الخميسية قال ما في أي تحفظ على سليمان بك، فنحن مع هذا ومستمرين فيه. وشو المشكلة يعني أنه كل الأسماء الناس بتطرح أسماء، فبالزمانات في بعض القوى ما انتخبت الرئيس بره أثناء التصويت على رئاسة مجلس النواب. اليوم اختلف الموضوع، اليوم في نقص بهذه، يعني اليوم ما في فريق بيقدر ينزل هو لحاله يفرض رئيس جمهورية أو يطلع ما عم نفرض جمهورية. عم نقول تعالى نتحاور، حتى حليفكم الأساسي التيار الوطني عم نتحاور، عم نقول تعالى نتحاور. آخر الشيء لابد من الحوار، والحوار قد يصل إلى نتيجة. بالزمانات بالدوحة يعني ما بدي فوفت، حتى الاسم اللي إجا باتفاق الدوحة ما كانوا هن موافقين عليه. كان غير موضوع الدوحة. لا بقول لك أنا ذاك، مش إنه إجا ميشيل سليمان، ليش كان 14 أدار بدأ ميشيل سليمان. عم بقول الحوار يمكن أن يصل، لكن بتقولي لي يعني أنت هلا ما بده لا لا لا، أنا رح بعطيك باب، يعني أنت هلا عم تفتح باب لإمكانية التخلي عن مرشحكم سليمان فرنجي. عم بقول رح نروح على الحوار ونحن متمسكين بهذا الترشيح. عندك بس هو كان اللافت بترشيحكم لسليمان فرنجي أو هلا حتى بالكلام يلي عم ينقال إنه ما دام هو مرشحا صح، هيدا الكلام ما كنا نسمعه مع اللحظة عماد ميشيل عون وقت التمسكت ووقف البلد سنتين ونص لانتخاب يعني عماد ميشيل عون. هلا إنه هلا لو رئيس ميشيل عون بوقت النقاط وقف وقال أنا ما بقى بدي أترشح، فينا نلزمه؟ لا أكيد. لذلك نفس الشيء، لا هو هون النقاش اليوم، يعني لما نحن بنسأل عن رأينا نحن قلنا وخصوصا بين هلا نحن ما فينا إنه آخر شيء يكون في ببعبدة خنجر بيطعمنا بظهرنا، هذا حقنا. وبتقولي لي طب ما في كمان لبنانيين بيقولوا ما بدنا خنجر يطعم، صحيح والمزبوط، تعالوا نقعد ونشوف شو اللي مين بيشكل ضماني وشو هي الضمان، هذا هو الحوار. أنا رفض الحوار. اسمع لا عشان هيك الحوار ممكن أن يكون عقيم. ما هو لم يحصل الحوار، ما هو لو حصل الحوار ونحن كان مطروح بوقت من الأوقات خبرية طلعت إنه كنت مثل ما أخذوهن على فرنسا أو أخذوهن على الدوحة، بس في طرف في لبنان لا يزال يرفض الحوار ويتصرف. رئيس الجمهورية في لبنان قرار أمريكي إيراني؟ هو قرار لبناني، هو قرار لبناني. هلا بتقولي لي انت يعني تعجبت، طب مثلا بوقت الوقت الفرنسيين تبنوا ومشوا بسليمان فرنجي. طب تعرف الوضع سيد حتى بالخماسية. انا ذاك يومتها انه ما مشي. انا بعتقد بكل شأن في لبنان واي شأن في العالم، يروح على اوكرانيا يروح على روسيا على كل مكان، دائما هاي بالعلم السياسي في تقل لعوامل داخلية وفي تقل لعوامل خارجية. هيدا بيختلف من دولة لدولة. دولة قوية عواملها الداخلية أكبر، دولة ضعيفة عواملها الخارجية أكبر. هلأ نحن معتقدين أنه نحن قوانا لسيما في المقاومة ولسيما في الثنائي الوطني مع الرئيس بري، نحن لدينا قوة تمنع فرض علينا، ونحن حلفاؤنا الخارجيون بس تمنع أن تفرضوا أيضا. لا مش ضاويين نفرض، ونحن لا يتعاطى معنا حلفاؤنا الخارجون موقع الإملاء. الله بيعرف أنه نحن نقول ماذا نريد لحلفائنا، وحلفائنا ولا يوم من الأيام طلبوا منا أمرا أو فرضوا علينا أمرا. بقول لك شغلة، بال2006 طلع بال2006 طلع حدا قال حزب الله قام بعملية الأسر من دون أن يعلم إيران. أوكي. وهذا صحيح. ممتاز. بدي أختم. التيار الوطني الحر. إيه. وصلت العلاقة إلى يعني أنت بتميز، أنت بتميز بين التيار العوني وبتميز بين التيار الوطني الحر، يعني بتميز بين الرئيس ميشيل عون وبين جبران باسيل. وين وصلت الأمور؟ يعني واصلة إلى حدود على ما يبدو شرخ كبير، يعني قد ما تجربوا تجملوا. ما مش قصة تجميل، قصة أول شيء بقدر أقول لك إنه بلبنان
كل الناس مع بعضها بعلاقاتها بتطلع وبتنزل. بوقت من الأوقات كان وليد جنبلاط هو وسمير جعجع بمسارجه كل واحد. هاي بلبنان بتتغير بتتنقل. بوقت من الأوقات كان رئيس بري عم يتحاور مع القوات اللبنانية، هلأ صاروا يشنوا له حملات. أما فيما يتعلق ليش أنا بقول بميز، أنا عم بقلك يعني أول اتصال جرى مع سماحة الأمين العام عمله الجنرال عون عبد صديق، هولي أصدقائي رح يضلوا أصدقائي. ما عم بحكي عن الصداقة، عم بحكي عن واقع الأمر. أصلا ما قد يكون اليوم موضع تباعد في وجهات النظر، قد يكون غدا موضع. يعني عندكم يعني ناطرين عودة الابن الضال يعني؟ لا، نحن نعتقد أنه السياسة في لبنان وفي غير لبنان ليست قرارات مطلقة. ممكن اليوم ما يزبط وبيزبط بكرة، ولذلك أنا مني رايح يعني. لا أنا مني ولا بقبل المس. أنا رح أقول لك شغلة، في لبنان في ناس عقلاتها تقسيمية، قلت لك بلبنان نحن خيارنا الوحدة الوطنية وسائرنا. الوحدة الوطنية تتطلب كل شيء، تتطلب منك الكلام مع الجميع. صح، نتكلم مع الجميع. وين مع مين نتكلم اليوم؟ ليه ما بتفتح مع القوات اللبنانيه مثلا؟ هلا فيما يتعلق بالقوات اللبنانيه، قلت لك نحن من زمان نرفض الحوار مع القوات اللبنانيه لانه لنا تصنيف لهم لم يتغير، بالعكس هلا زاد سوءا. هيدا بحث بده للبحث صلة يعني، وللحديث تتم ما بقى فينا. هلأ خلاص أخذنا نص ساعة زيادة، يا ريت كنت بتمنى. أنا بشكر كتير تلبيتك الدعوة وحضورك السيد نواف الموسوي مسؤول ملف الموارد والحدود في حزب الله. شكرا لوقتك. مشاهدينا شكر كبير لكم لمتابعتكم، وإلى اللقاء.